واسم الإشارة كما قال البلاغيون يمكن أن يؤتى به مشارا به للبعد من باب التعظيم أو من باب التحقير والتنقيص. فمثال التعظيم قوله عز وجل في الآيات الأول من سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم، أشار إليهم بإشارة التعظيم، بإشارة البعد التي يراد منها التعظيم، تعظيم منزلة هؤلاء. وقد يكون المراد من الإشارة بالبعد التحقير والتنقيص، مثل أولئك هم الكافرون حقا. وكما هنا في هذا الحديث أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.